الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بحول الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، في الدرس الماضي قوله تعالى مرجع الضمير في قوله والعمل الصالح يرفعه، قلنا فيه ثلاثة أقوال. هنا في تفسير أحسن الله إليكم قيل الضمير عائد على الله، نعم، والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح إليه أيضا كالعمل كالكلم الطيب، نعم، وقيل إنه عائد على الكلم الطيب، والمعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، لأنه لا يرفع القول إلا بعمل، والقول المجرد لا ينفع صاحبه حتى يكون معه عمل يتحقق به. لأنه لا يرفع القول إلا بعمل، والقول المجرد لا ينفع صاحبه حتى يكون معه عمل يتحقق به. طيب، والقول الثالث بالعكس، العمل الصالح يرفع القول الطيب. شوف من ذكر الأقوال الثلاثة في الجوزي، ذكرها أيضا ابن الماوردي أحسن الله عليكم. القول الطيب يرفعه، كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي التي ترفع العمل. أحسن الله عليكم. قال الماوردي في تفسيره وفي قوله يرفعه ثلاثة أقاويل، نعم، أحدها أن العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب، نعم، قاله الحسن ويحيى بن سلام، يعني الكلام الطيب كلمة التوحيد ترفع العمل، نعم. الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، قاله الضحاك وسعيد بن جبير. الثالث أن العمل يرفعه الله بصاحبه، قاله قتادة والسدي. قول الجمهور ذكر القرطبي أو البغوي ذكر قول الجمهور. قول جمهور المفسرين، نعم، أحسن الله إليكم. قال البغوي في تفسيره قوله عز وجل والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، فالهاء في قوله يرفعه راجعة إلى الكلم الطيب، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. نعم، قاله قول أكثر المفسرين. لكن أحسن الله إليكم، هنا كان في إشكال في أحسن الله إليكم والعمل الصالح يرفعه، قيل الضمير عائد على الله. الضمير المقصود به يرفعه، لكن الذي يعود على الله هو الضمير المستتر أحسن الله إليكم، هو الفاعل. الفاعل هو الله، كان يفهم من هنا أن الضمير هو الهاء، لكن الهاء هنا لا تعود على الله. الأقوال في أي شيء الآن؟ الأقوال في هناك قولان في الهاء أحسن الله عليكم، والقول الثالث هو في الفاعل أحسن الله عليكم، هو الأخص هنا في ضميران في ما وردي الآن الأقوال الثلاثة ما وردي الآن إشكال أحسن الله عليكم. هلا الموردي قال الأقوال، قال في قوله يرفعه ثلاثة أقاويل، يرفعه صار كلها في الضمير يرفعه، لكن أحسن الله إليكم يرفعه فيه ضميران، الضمير المستتر والضمير الهاء. أحسن الله إليكم، ذكر الشيخ مساعد الطيار في كتاب فصول في أصول التفسير قال ففي قوله يرفعه ضميران، وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. الأول الضمير الظاهر وهو الهاء، وهو في محل نصب مفعول به، ويعود على الكلم الطيب، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. طيب. الثاني الضمير المستتر، وهو في محل رفع فاعل يعود على الله سبحانه، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله، وبه قال قتادة والسدي. ويحتمل عوده الثاني إيش؟ الثاني الضمير المستتر، وهو في محل رفع فاعل
يعود على الله سبحانه، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله، وبه قال قتادة والسدي، ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وبهذا يكون معاكسا للقول الأول. ويحتمل إيش؟ ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وبهذا يكون معاكسا للقول الأول، وبه قال الحسن ويحيى بن سلام. وأحال في الحاشية إلى تفسير الماوردي وكتاب الإنصاف للبطليوسي. أي الماوردي هذا الأقوال ما فصل التفسير، قال فقد ثلاثة أقوال في قوله يرفعه، لم يشر إلى أي ضمير هو المقصود، كأنه جعله الضمير، كان جعل الضمير هذا فيه ثلاثة أقوال. طيب في التفصيل هذا ذكره الشيخ سعد. الكتاب الإنصاف الذي أحال إليه قال فيه، كتاب الإنصاف لمن؟ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لابن السيد البطليوسي، متوفى سنة 521. أحسن عليكم. قال قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يجوز أن يكون الضمير الفاعل الذي في يرفعه عائدا على العمل، فيكون معناه أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح عمل إلا مع إيمان. ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائدا على العمل، والضمير المفعول عائدا على الكلم، فيكون معناه أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. وكلاهما صحيح، لأن الإيمان قول وعقد وعمل، لا يصح بعضها إلا ببعض. وكلاهما صحيح لأن الإيمان قول وعقد وعمل، لا يصح بعضها إلا ببعض. ولو جعلت في هذه الآية اسم الفاعل مكان الفعل لاختلف اللفظان، لأن اسم الفاعل يستتر فيه ضمير ما هو له ويظهر ضمير ما ليس له، فكان يلزم إذا جعلت الرفع للعمل قلت والعمل الصالح رافقه هو، فيستتر الضمير الفاعل ولا يظهر، كما تقول هند زيد ضاربته. كلام الأول كلام جيد، يعني أقول لك في أحد أيضا ذكرنا أبو حيان قال وقرأ الجمهور والعمل الصالح يرفعهما. يرفعهما أيوة، أو برفعهما لعلها. ها؟ لعلها برفعهما. ضمير تثنية إلى من؟ العمل الصالح. يرفعهما. فالعمل مبتدأ ويرفعه الخبر، وفاعل يرفعه ضمير يعود على العمل الصالح، وضمير النصب يعود على الكلم، أي يرفع الكلم الطيب. قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك. وقال الحسن يعرض القول على الفعل، فإن وافق القول الفعل قبل، وإن خالف رد. وعن ابن عباس نحوه قال إذا ذكر الله العبد وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤدي فرائضه رد. إيش قال؟ وعن ابن عباس نحوه قال إذا ذكر الله العبد وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤدي فرائضه رد قوله على عمله، وقيل عمله أولى به. قال ابن عطية وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس. والحق أن القاضي لفرائضه إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل. والحق أن القاضي لفرائضه إذا ذكر الله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل، وله حسناته وعليه سيئاته، والله يتقبل من كل من اتقى الشرك. وقال أبو صالح وشهر بن حوشب عكس هذا القول،
ضمير الفاعل يعود على الكلم، وضمير النصب على العمل الصالح، أي يرفعه الكلم الطيب. وقال قتادة: إن الفاعل هو ضمير يعود على الله، والهاء للعمل الصالح، أي يرفعه الله إليه، أي يقبله. وقال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال. وعن ابن عباس: والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه، فجعله على حذف مضاف. ويجوز عندي أن يكون العمل معطوفا على الكلم الطيب، أي يصعدان إلى الله، ويرفعه استئناف إخبار، أي يرفعهما الله، ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود. والضمير قد يجري مجرى الإشارة فيكون لفظه مفردا والمراد به التثنية، فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهما، بل ذلك برفع الله إياهما. يعني الضمير المستتر فيه قولان، والقول الثالث في الضمير الظاهر لك. القول الثالث في الضمير الظاهر يعود إلى الله. يرفعه كلام صاحب الصف شيء في ترجمة الآن له ترجمة مؤلف الصف. المؤلف أحسن الله إليكم عبد الله صاحب الصافي عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد من العلماء باللغة والأدب، ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس، وانتقل إلى بلنسيا فسكنها وتوفي بها. القولين اللي ذكرهما جيد، كلام جيد. ثم قال القولين، قال في الإصاف القول الأول والثاني في الضمير المستتر ينقل. وقال في الإنصاف، قال في الإنصاف أحسن عليكم، قال في الإنصاف يجوز أن يكون الضمير الفاعل. نعم هذا ينقل، كلام جيد. نعم يجوز أن يكون الضمير الفاعل الذي في يرفعه عائدا على العمل. نعم، فيكون معناه أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح عمل إلا مع إيمان. نعم. ويجوز أن يكون الضمير الفاعل عائداً على العمل، والضمير المفعول عائداً على الكلم، فيكون معناه أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، وكلاهما صحيح، لأن الإيمان قول وعقد وعمل، لا يصح بعضها إلا ببعض. بس بعدها إلى هذا، إلى هذا ينقل، قال في الإنصاف إما في الحاشية ولا في الصلب. والقول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، يكون ضمير الظاهر يرفعه الله. لا طيب كذلك الضمير في قول يوم يعمر معمر وينقص من عمره إلا في كتاب، وينقص من عمره في قولان، من عمره ما يعود إلى عمر المعمر أو عمر معمر آخر، إما يراد به الجنس ضمير الجنس أو يعود إلى المعمر. وما يعمر معمر وينقص من عمره إلا في كتاب، في قولان صميم. نعم عندنا هنا أحسن الله عليكم، اختلف في عود الضمير على قولين. نعم. قيل إنه عائد على عين المعمر المذكور. نعم. وأن التعمير والنقصان في شخص واحد، وعليه فيكون المراد بالتعمير هو كتب ما يستقبل من عمره، أو ما يستقبل من عمره. نعم. ما يستقبل. يستقبل. نعم. أحسن الله عليكم، هو كتب ما يستقبل من عمره. نعم. والنقص هو كتب ما مضى منه، أي ذهابه قليلا قليلا. نعم. فلا يذهب من عمر هذا المعمر شيء إلا وهو مكتوب سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، وساعة بعد ساعة، وهكذا إلى أن ينقضي عمره. وقيل إن الضمير عائد على الجنس، أي ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمر أحد. وفي المراد بالتعمير والنقصان على هذا القول أمران: الأول أن التعمير هو الذي يقدر بأنه من أصحاب الأعمار الطويلة، والنقصان الأول أن التعمير هو أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمار الطويلة، والنقصان أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمار القصيرة. وإنما عبر عن التقصير بالنقصان في مقابلة التعمير،
لأن من قصر عمره كان تقصيره نقصا بالنسبة إلى غيره ممن عمر، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى الآخر، والثاني أن التعمير هو الزيادة في العمر لسبب اقتضى ذلك كصلة الرحم ونحوه، وأن النقصان هو النقص من العمر لسبب اقتضى ذلك كالعقوق وقطع الرحم ونحو ذلك. فالمعنى ما يزاد في عمر أحد لسبب ولا ينقص من عمر أحد لسبب. يعني المعنى الأول يوافق القول الأول في مرجع الضمير، والمعنى الثاني يوافق القول الثاني. أحسن الله إليكم. ما يكون هنا كما الماوردي قد ذكر الأقوال أو من الجوزية ذكر المرجع الضمير قولين. قال الضمير في قوله عمره يظهر رجوعه إلى المعمر فيشكل معنى الآية، لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان فيظهر تنافي الضمير ومفسره. فيظهر تنافي الضمير ومفسره. والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. قال ابن كثير في تفسيره الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. انتهى. طيب، هذا كلام جيد، تلخص جيد. إيش كان جوزي الأقوال جوزي والماوردي؟ أحسن الله إليكم. قال الماوردي: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الآية فيه قولان، أحدها ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرما، ولا ينقص من عمر أحد حتى يموت طفلا إلا في كتاب. الثاني ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجله إلا كان ما نقص منه بالأيام الماضية عليه في كتاب عند الله. قال سعيد بن جبير: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله، ثم كتب في أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله. وبمثله قال أبو مالك والشعبي. ثم قال: وفي عمر المعمر ثلاثة أقاويل. قال: وفي عمر المعمر ثلاثة أقاويل، أحدها 60 سنة، قاله الحسن، الثاني 40 سنة، الثالث 18 سنة، قاله أبو غالب. كيف تحديد السنوات؟ يعني لعله أنه يسمى معمر إذا تجاوز 60. الشيخ الحافظ اللي شرع عليه الشيخ محمد الأمين، شوف كلام الحافظ. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي ما يعطى بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب الأول، ولا ينقص من عمره. الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. قال ابن جرير: وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه، أي ونصف آخر. وروي من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له. قال من هذا؟ العوفي عن ابن عباس. قال العوفي عن ابن عباس، نعم. يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه،
وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له، فذلك قوله: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يقول كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال: ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد، فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل 60 سنة. وقال مجاهد: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في بطن أمه يكتب له ذلك. لم يخلق الخلق على عمر واحد، بل لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره، وكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ. وقال بعضهم: بل معناه: وما يعمر من معمر، أي ما يكتب من الأجل، ولا ينقص من عمره، وهو ذهابه قليلا قليلا. الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله في كتاب. نقله ابن جرير عن أبي مالك، وإليه ذهب السدي وعطاء الخرساني، واختار ابن جرير القول الأول، وهو كما قال. ثم ذكر الأحاديث في من صرف أن يبسط جوزي له. جوزي ذكر الأقوال هنا؟ ذكر القولين. إيش قال؟ ابن جوز قال لي قوله تعالى: وما يعمر من معمر، أي ما يطول عمر أحد، ولا ينقص. وقرأ الحسن ويعقوب: ينقص بفتح الياء وضم القاف، من عمره في هذا في هذه الهاء قولان، أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى: ولا ينقص من عمر آخر. وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين. قال الفراء: وإنما كني عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه، والمعنى: ونصف آخر. والثاني أنها ترجع إلى المعمر المذكور، فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المعمر يوم أو ليلة إلا وذلك مكتوب. قاله سعيد بن قال سعيد بن جبير: مكتوب في أول الكتاب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب 3، إلى أن ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وأبو مالك في آخرين. نعم. فأما الكتاب فهو الآخر. إن الراجح أنه ضمير ذي الجنس، قل هو الراجح، قل والقول الراجح المختار أنه ضمير الجنس. في إشارة للقدر، لكن مراتب تفصيلها يعني مذكورة في مواضع أخرى أوضح من هذا الكتاب. نعم، يعني نقول والراجح القول الثاني، والقول أقول أنه ضمير يعود للجسم. يزاد في آخر الكلام أحسن. إيه نعم، في آخر بعد الذكر وما الجنس، كذا نقول في آخره هو القول الراجح المختار. إنه عمر معمر آخر. هو القول الأول أحسن إليكم مذكور هنا. ها هو القول الأول. نعم. نقوله هو القول المختار. قيل إنه عائد معين المعمر. وهذا وهو كقولهم. عندي درهم ونصفه. نعم. إضافنا. وهو كقولهم عندي درهم ونصفه، هي نصف درهم الآخر. هو القول الثاني صلى الله عليك، لكن القول الثاني ذكر فيها أمران. القول الأول إنه عائد على عين المعمر، ثم قلتم وقيل إن الضمير عائد على الجنس. نعم.
وش بعده؟ والنقصان على هذا القول وفي المراد بالتعمير والنقصان على هذا القول أمران. الأول أن التعمير هو أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمار الطويلة، والنقصان أن يقدر بأنه من أصحاب الأعمال القصيرة، ثم قلتم والثاني أن التعمير هو الزيادة في العمر لسبب اقتضى ذلك كصلة الرحم ونحوه، وأن النقصان هو النقص من العمر لسبب اقتضى ذلك كالعقوق وقطع الرحم ونحو ذلك. هذا يعني، لكن الضمير أنه وعد الجنس، هذا هو المختار، أنه معمر وما يعمر معمر وينقص من عمره من معمر آخر، يعني المراد الجنس في الضمير. أما نعم هذا من أسباب، نعم المقصود أن مرجع الضمير أنه هل المعمر نفسه أو إلى معمر آخر. الصواب أنه وعد إلى معمر آخر كقولهم عندي درهم ونصفه، هذا معروف، أي ونصف درهم آخر، وهذا مثل قولهم يضاف إلى هذا، مثل قولهم عندي درهم ونصفه. أحسن عليكم. وقيل إن الضمير عائد على الجنس وهو المختار، أي ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمر أحد، كقولهم عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. نعم. ثم قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى بعض مننه ونعمه على عباده ليشكروه سبحانه وتعالى عليها بأن يوحدوه ويخلصوا له العبادة، فقال تعالى وما يستوي البحران، أي البحر العذب والبحر المالح، مع أنهما على صورة واحدة إلا أنهما متضادان ومختلفان ومتفاوتان في صفاتهما وخصائصهما، ومن ذلك اختلافهما في المذاق والطعم. ولهذا قال تعالى هذا عذب فرات، أي حلو شديد العذوبة، سائغ شرابه، أي سهل مروره في الحلق عند شربه، وهذا ملح أجاج، أي شديد الملوحة والمرارة لا يستساغ شربه. وهذا الاختلاف في البحرين من دلائل قدرته تعالى في خلقه وفيه من الحكم والمصالح العظيمة، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها، وفيها أحسن الله عليكم، وفيه من الحكم والمصالح العظيمة، نعم، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات، ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ. ومن كل، أي من البحر المالح والبحر العذب جميعا، تأكلون لحما طريا وهو السمك. وقيل المراد من أحدهما وهو البحر المالح، فإنما يؤخذ السمك منه، وعبر بكل من باب التغليب كما يقال الأبوان والقمران، والصواب الأول أنه منهما جميعا. صلى الله عليكم. هذا الآن معروف أن السمك يستخرج أيضا من الأنهار.
يصاد من الأنهار، يعني يأخذ من الاثنين. نعم. وسبق أن مرنا. نعم. سبق أن قرأنا في الحلية. ستأتي. ها؟ حلية. نعم. في اللؤلؤ. أحسن الله عليكم. وتستخرجون حلية تلبسونها. نعم. أي من الدر واللآلئ والجواهر وغيرها مما تتحلى به النساء، ويكون لها أثمان مرتفعة، وترى الفلك فيه مواخر. أي حلية. وكأنهم أحسن الله عليكم القول الذي قالوه في التغريب أنه من باب التغريب. طيب كمل. شوف. وتستخرجون حلية. وتستخرجون حلية تلبسونها أي من الدر واللآلئ والجواهر وغيرها مما تتحلى به النساء، ويكون لها أثمان مرتفعة. أثمان. أثمان بالثاء. أثمان. وترى الفلك فيه مواخر أي وترى السفن تمخر البحر وتشقه بمقدمها، فتقطع المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى قطر آخر، لتبتغوا من فضله أي لتبتغوا بالسير على الفلك في البحر من فضله تعالى بالتجارات والمكاسب ونقل البضائع والأمتعة والناس. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة تحمل الناس الكثر وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل، وتنتقل من بلد إلى بلد، فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. الله أكبر. الحافظ ذكر أنه استخرج منهما أو من أحدهما، استخرج الحلية والسمك. لعله تكره في موضع آخر هنا. قال فقط من كل تأكلون لحما طريا يعني السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن ذكر غيره أحسن عليكم. يسبق معنا في سورة الرحمن. لكن أحسن الله عليكم القول الذي قالوه في أن قال بعضهم هو من باب التغليب، هذا قالوه في الحلية، وهنا مذكور أنه في السمك. قالوا في الحلية بدون السمك. الذي مر معنا أن المفسرين قالوه في اللؤلؤ والسمك. السمك لعله معروف عندهم أنه يصاد من العذب والمالح. يعني ما في إشكال. وش الكلام السابق عين فيه. أحسن الله عليكم. القرطبي قال ومن كل تأكلون لحما طريا لا اختلاف في أنه منهما جميعا، وقد مضى في النحل الكلام فيه. ثم قال قوله تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها، مذهب أبي إسحاق أن الحلية إنما تستخرج من الملح، فقيل منهما لأنهما مختلطان. وقال غيره إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون، فهو مأخوذ منهما، لأن في البحر عيونا عذبة وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التمازج، وقيل من مطر السماء. وقال محمد بن يزيد قولا رابعا قال إنما تستخرج الحلية من الملح خاصة، قال النحاس وهذا أحسنها، وليس هذا عنده لأنهما مختلطان ولكن جمعا ثم أخبر عن أحدهما، كما قال جل وعز ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وكما تقول لو رأيت الحسن والحجاج لرأيت خيرا وشرا، وكما تقول لو رأيت الأصمعي وسيبويه لملأت يدك لغة ونحوا. فقد عرف معنى هذا وهو كلام فصيح كثير، فكذا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاجتمع في الأول وانفرد الملح بالثاني. أحسن الله عليكم. الشيخ الشنقيطي رد هذا القول بأنه استخرج من العذب فقط. الحلية والسمك. والسمك. نعم. ها؟ الحلية يقصد. خاص بالحلية والسمك. السمك قال القرطبي لا اختلاف فيه أنه يستخرج منهما. ها؟
قال القصر هنا ولا في مكان؟ نعم نعم في هذا الموضع قال الاختلاف. أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم. ومن كل تأكلون لحما طريا لا اختلاف في أنه منهما جميعا. الخلاف يعني في الحلية. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ الشنقيطي في تفسير سورة الرحمن: وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه. وهذا القول هو ذكرها أحسن الله إليكم في قوله نعم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن. إيه لكن وهذا القول أنه يخرج من المالح فقط. شوف قبل هذا القول، شوف هذا القول وقولنا القول بأنه في قبل الجملة هذه. لأني اقتبست طويل. هذا فقط. لا لكني اقتبست هذا الكلام فقط لكن أبحث طيب. عنه الآن أحسن الله عليك. وهذا القول يعني القول بأنه إيش يخرج من أحدهما. نعم أحسن. طيب كمل. أحسن الله عليك. وهذا القول. وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر. ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا مما لا نزاع فيه. وهي إيش؟ أحسن الله إليكم. وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا مما لا نزاع فيه. أحسن الله إليكم. وقال أبو حيان: والظاهر في منهما أن ذلك يخرج من الملح والعذب، وقال بذلك قوم حكاه الأخفش. ورد الناس هذا القول قالوا: والحس يخالفه إذ لا يخرج إلا من الملح. وعابوا قول الشاعر: فجاء بها ما شئت من لطمية على وجهها ماء الفرات يموج. وقال الجمهور: إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة، فناسب إسناد ذلك إليهما، وهذا مشهور عند الغواصين. وقال ابن عباس وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر، لأن الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطر، فلذلك قال منهما. وقال أبو عبيدة: إنما يخرج من الملح، لكنه قال منهما تجوزا. وقال الرماني: العذب فيها كاللقاح للملح، فهو كما يقال الولد يخرج من الذكر والأنثى. وقال ابن عطية وتبع الزجاج: من حيث هما نوع واحد فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما، وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما، كما قال: سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في إحداهن وهي الدنيا إلى الأرض. وقال الزمخشري نحوا من قول ابن عطية، قال: فإن قلت لما قال منهما وإنما يخرجان من الملح، قلت: لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال يخرجان منهما، كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلد، وإنما خرجت من محلة من محله، بل من دار واحدة من دوره. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى البحر والعذب، انتهى. وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف، والتقدير يخرج من أحدهما، كقوله تعالى: على رجل من القريتين عظيم، أي من أحد القرية من إحدى القريتين. وقيل: هما بحران، يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان. طيب، إذن استخراج السمك ما في خلاف. نعم نعم خلاف في الحيث. طيب ما. نعم قال الألوسي رحمه الله: واستدل مالك والثوري بالآية حيث سمي فيها السمك لحما على حنث من حلف لا يأكل لحما وأكل سمكا. وقال غيرهما: لا يحنث، لأن مبنى الأيمان على العرف،
وهو فيه لا يسمى لحما، ولذلك لا يحنث من حلف لا يركب دابة فركب كافرا، مع أن الله تعالى سماه دابة في قوله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. نعم. قال: واستدل مالك والثوري بالآية، نعم، حيث سمي فيها السمك لحما، نعم، على حنث من حلف لا يأكل لحما وأكل سمكا. وقال غيرهما: لا يحنث، لأن مبنى الأيمان على العرف، وهو فيه لا يسمى لحما، ولذلك لا يحنث من حلف لا يركب دابة فركب كافرا، مع أن الله تعالى سماه دابة في قوله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. العرف والأقرب أنه يحدث، الأقرب يحدث السمك سمى لحما، نعم، حتى لو لم يكن في عرف الناس. حتى لو لم يكن في عرف الناس كما أو لأن الله سماه لحما تكون لحما، نعم. أحسن الله إليكم، ذكر رشيد رضا في تفسير الأقرب حتى ولا يروي الله سماه لحما، نعم. أحسن الله إليكم، ذكر محمد رشيد الرضا في تفسير المنار قال: والصواب أن اللؤلؤ يخرج من بعضها كبعض أنهار الهند، ثبت ذلك قطعا. عجيب. والصواب قال أحسن الله إليكم من أول كلامه قال: وقالوا إن المراد بقوله منكم، ذكر هذا في الإنس والجن، قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعد قوله: مرج البحرين، أي الملح والحلو، وهو البحيرات وكبار الأنهار. وهذا مبني على زعمهم أن البحار الحلوة لا يخرج منها لؤلؤ ولا مرجان. والصواب أن اللؤلؤ يخرج من بعضها كبعض أنهار الهند، ثبت ذلك قطعا. واستدركه سايل مترجم القرآن بالإنجليزية على البيضاوي، وهو مما أخبر به القرآن من حقائق. استدركه سائل، هذا بريطاني، يعني البيضاوي ذكر أنه لا يأخذ منهما. واستدركه سائل مترجم القرآن بالإنجليزية على البيضاوي، وهو مما أخبر به القرآن من حقائق الأكوان التي لم تكن معروفة عند العرب في حتى في أيام حضارتهم واستعمارهم للأقطار. طيب. بعضهم قال أنه في ينابيع كما ذكر. هو كما ذكر الشيخ هنا أخانا أحسن الله إليكم، وتستخرجون حلية، قال الإمام البغوي رحمه الله: وتستخرجون حلية أي من المالح دون العذب، نص على هذا. ثم قال في قوله تعالى: تلبسونها، يعني اللؤلؤ. وقيل نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح، فيكون اللؤلؤ من بين ذلك. لأنه قال لأنه يكون، قال نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح، فيكون اللؤلؤ من بين ذلك. يعني ما نص على أنه من النهر خاصة. هذا قول مرة مع قراته. نعم. هذا معروف الآن حتى عند الغرب. كنت بحثت في الموسوعة البريطانية، ذكروا قالوا: تسمى لآلئ المياه المالحة عند تجار المجوهرات عادة باللآلئ الشرقية، وتسمى تلك التي تنتجها رخويات المياه العذبة بلآلئ المياه العذبة. واستخراج اللؤلؤ من المياه العذبة كان معروفا في الصين منذ أكثر من 1000 سنة قبل الميلاد. واستخراج اللؤلؤ من المياه العذبة، نعم، كان معروفا في الصين منذ أكثر من 1000 سنة قبل الميلاد. طيب. الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ بن عثيمين رجحان أنهما من البحر العذب والفرات. طيب، هذا في اللؤلؤ. أما الحلية هي اللي فيها خلاف. نعم. نعم. والحلية، نعم. قولهم بالعذب والمالح. نعم. بالعذب
نعم، والحلية هي اللي فيها الخلاف. الحلية نعم. هي اللؤلؤ والمرجان. نعم هي اللؤلؤ. إذا الحلية هي اللؤلؤ. ها والشنقيط ربط بين الآيتين. الحلية هنا والآية اللي بسورة الرحمن. نعم. قال منهما يعني جميع الحلة واللحم كلاهما السمك. اللحم والحلية يكون فيها الراجح أنها منهما أيضا. قال تلبسونها البغوي يعني من يعني اللؤلؤ. حلة تلبسونها. نعم. قال يعني اللؤلؤ. نعم صحيح. اللؤلؤ. أما اللحم. نعم. نعم. بخلاف استخراجها من المالح والعبد أو استخراجها من المالح فقط. نعم نعم نعم. الحلية هي اللؤلؤ والمرجان. نعم. يعني هنا ذكر الحلية وفي الرحمن قال اللؤلؤ والمرجان. نعم نعم هي. فسرت. نعم صحيح. يعني اللحم ما في خلاف. نعم. يعني الخلاف في الحلية والراجح أنها أيضا منهما. نعم كم. أحسن الله إليكم. ولعلكم تشكرون. أي ولكي تشكروا الله على هذه النعم التي أنعم بها عليكم، وذلك بأن توحدوه تعالى وتخلصوا له العبادة وتعترفوا بنعمته وفضله عليكم وتنسبوا النعمة إليه وتستعينوا بها على طاعته. قبل هذا قلنا الراجح إيش؟ وترى الفلك فيه مواخر. وترى الفلك فيه مواخر أي وترى السفن تمخر البحر وتشقه بمقدمها فتقطع المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم آخر ومن قطر إلى قطر آخر لتبتغوا من فضله أي لتبتغوا بالسير على الفلك في البحر من فضله تعالى بالتجارات والمكاسب ونقل البضائع والأمتعة والناس. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة تحمل الناس الكثر وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل وتنتقل من بلد إلى بلد فيحصل لهم بذلك المنافع العظيمة. ولعلكم تشكرون أي ولكي تشكروا الله على هذه النعم التي أنعم بها عليكم، وذلك بأن توحدوه تعالى وتخلصوا له العبادة وتعترفوا بنعمته وفضله عليكم وتنسبوا النعمة إليه وتستعينوا بها على طاعته. ثم بين الله تعالى بعض نعمه ومننه على عباده مما في العالم العلوي، فقال تعالى يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل أي ويدخل النهار في الليل، فهو يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا. سبحان الله. فتارة يدخل الليل في النهار فيطول الليل، وهذا يكون في الشتاء في شدة البرد، وتارة يدخل النهار في الليل فيطول النهار، وهذا يكون في الصيف في شدة الحر، وتارة يعتدلان أي يتساوى الليل والنهار، ولهما اعتدالان اعتدال في فصل الخريف واعتدال في فصل الربيع، وبسبب ذلك تنشأ مثل الأيام هذه في الربيع اعتدال. الاعتدال الآن في وقت الاعتدال، اعتدال الليل والنهار في فصل الربيع الآن. نعم. أحسن الله إليكم. وبسبب ذلك تنشأ فصول السنة الأربعة الربيع والشتاء والصيف والخريف، وفي كل ذلك مصالح عظيمة للناس والحيوانات والنباتات. وسخر الشمس والقمر أي سخرهما لمصالح العباد، وفي كل منهما مصالح كثيرة للعباد في أمورهم الدينية والدنيوية. كل يجري أي كل من الشمس والقمر يسير سيرا حثيثا لأجل مسمى أي إلى الوقت الذي قدره الله لانتهاء أجلهما، وهو يوم القيامة الذي قدر الله فيه أن يخرب هذا الكون وتقوم القيامة. ذلكم أي الذي هذه أفعاله وصفاته المنفرد بها الله ربكم أي المألوه المعبود بالحق الذي رباكم بنعمه ودبركم.
له الملك أي له الملك التام لكل شيء في الدنيا والآخرة، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء. ثم قال الله تعالى مخاطبا المشركين: والذين تدعون من دونه أي تعبدون من دون الله، وهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والأشجار والأحجار والصالحين والملائكة وغيرهم. ما يملكون من قطمير أي ما يملكون شيئا من السماوات والأرض ولا بمقدار قطمير، وهو اللفافة البيضاء التي تكون على نواة التمرة، فكيف تدعونهم وليس لهم من الأمر شيء؟ أين عقولكم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين جماد من الحجارة الصماء التي لا تسمع ولا تعقل، وما بين ميت مشغول بنفسه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، فهم لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، ولو سمعوا أي على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لعدم استطاعتهم، لأنهم لا يملكون شيئا وليس لهم من الأمر شيء. نعم. يعني لأنه تعاد إليه روحه هو مشغول بنفسنا ما بين إيش؟ أحسن الله إليكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين جماد من الحجارة الصماء التي لا تسمع ولا تعقل، وما بين ميت مشغول بنفسه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. نعم. فهم لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، ولو سمعوا أي على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لعدم استطاعتهم، لأنهم لا يملكون شيئا وليس لهم من الأمر شيء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يجحدون عبادتكم لهم مع الله، وينكرون ما أنتم عليه من الشرك، ويعادونكم ويتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال الله تعالى: سم. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يقول: فسمى العبادة شركا، فيه أنه فسمى العبادة شركا، وفيه أنه سمى العبادة شركا. نعم، دعاء سماه شركا يوم القيامة يكفر بشرك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني في الآية أنه سمى دعاء مشركا. نعم. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. قلتم حفظكم الله: يخبر تعالى بغنائه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه. يا أيها الناس، هذا الخطاب موجه لجميع الناس، مأخوذ من النوس والحركة، فهو يشمل الجن والإنس، وخصهم بالخطاب لأنهم المكلفون، وإلا فكل الخلائق في العالم العلوي والسفلي فقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله أي المحتاجون إليه من كل وجه وفي كل شيء وفي كل حين، وليس لكم استغناء عنه طرفة عين، ولا قيام لكم إلا به تعالى.
والفقر وصف ذاتي لكل مخلوق لا ينفك عنه، والله هو الغني أي الغني بذاته عن جميع خلقه، كما قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، والعالم كل ما سوى الله، فهو غني عن كل شيء، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى. الحميد أي المحمود على كل في كل حال، المستحق للحمد كله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما له من النعم العظيمة على عباده. ولا بد للمسلم أن يعتقد أنه فقير بالذات إلى الله، وأن الله غني بذاته عنه، فمن اعتقد أنه غير فقير إلى الله وأن الله ليس غنيا بذاته فليس بمؤمن. إن يشأ يذهبكم أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأزالكم وأهلككم ويأتي بخلق جديد، أي بقوم آخرين غيركم يعبدونه ولا يعبدون غيره. وما ذلك على الله بعزيز أي ليس ذلك بشاق ولا بصعب ولا بممتنع عليه سبحانه وتعالى، بل هو قادر عليه، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. في كلام القرطبي أحسن الله إليكم على الغني الحميد، قال القرطبي رحمه الله: فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني أو الفقر بالغني، الفقراء بالغني، فما فائدة الحميد؟ المحمود على كل لسان فواضح. أنا قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم. قلت قال: فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني، فما فائدة الحميد؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد، ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. نعم. هذا نقله عن الزمخشري. إيش؟ قرطبي. إيش؟ عندك كلام الزمخشري؟ نفس العبارة. إيش هاد؟ قال. أحسن الله إليكم. قال الزمخشري: وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم. فإن قلت كيف؟ فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغنى أو بالغني، فما فائدة الحميد؟ فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني، فما فائدة الحميد؟ قلت: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غنى نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد، ذكر الحميد ليدل به على أنه الغنى النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه، الحميد على ألسنة مؤمنيهم، بعزيز بممتنع. بعزيز هكذا عندي، بعزيز بممتنع، وهذا غضب عليهم لاتخاذهم له أندادا وكفرهم بآياته ومعاصيهم، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. في إثبات الغني، اسم الغني والحميد لله تعالى، وإثبات صفة الغناء والحمد لله. نعم. إن يشاء يذهبكم أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأزالكم وأهلككم ويأتي بخلق جديد، أي بقوم آخرين غيركم يعبدونه ولا يعبدون غيره. وما ذلك على الله بعزيز،
أي ليس ذلك بشاق ولا بصعب ولا بممتنع عليه سبحانه وتعالى، بل هو قادر عليه، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ولا تحمل كل نفس إلا وزرها، وهذا مقام العدل. أشكر قول الآخر عن الشيء يذهبكم إن يشأ يذهبكم يأتي خلقا جديد، أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأزالكم وأهلككم، ويأتي بخلق جديد، أي بقوم آخرين غيركم، يعبدونه ولا يعبدون غيره. وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس ذلك بشاق ولا بصعب ولا بممتنع عليه سبحانه وتعالى، بل هو قادر عليه، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، كما قال تعالى نعم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ولا تحمل كل نفس إلا وزرها، وهذا مقام العدل. فالله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره إلا إذا تسبب في ذلك، كأن يكون داعية إلى ضلالة، فهذا عليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. ومما يستثنى من هذه الآية أيضا ما جاء في الحديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا على أحد القولين، قيل إن هذا مستثنى، وقال آخرون إنه إنما يعذب إذا رضي بذلك أو أمرهم بذلك. نعم. أحسن الله إليك. على أحد القولين. على أحد القولين. نعم. وقيل إنه لا يعذب إلا إذا رضي بذلك، إلى أمرهم بذلك أو رضي بذلك. نعم. السلام الله عليكم. ومما يستثنى من هذه الآية أيضا ما جاء في الحديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، على أحد القولين. وقيل لا يعذب إلا إذا رضي بذلك وأصابه أو أصابه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، أي وإن تدعو نفس مثقلة بالأوزار والآثام غيرها إلى حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه، لا يحمل منه شيء، أي فلا يمكن أن يحمل منه شيء قل أو كثر، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المدعو لحملها أقرب قريب من أب أو ابن أو أخ أو غير ذلك، لأن الأمر عظيم والهول شديد، كل تهمه نفسه، يريد السلامة والنجاة لها، لا يلوي أحد على أحد. ما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من عدم استجابة كفار قريش لدعوته، إنما تنذر، أي إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك ويتأثر بما جئت به الذين يخشون ربهم بالغيب، أي الذين يخشون ربهم في حال خلوتهم وغيابهم عن الناس حيث لا يراهم أحد إلا الله. والخشية أخص من الخوف وأبلغ، فهي خوف مع علم وتعظيم وإجلال، وهذه الخشية تحملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات،
فهم يؤدون ما أوجب الله عليهم من الواجبات مع قدرتهم على تركها وينتهون عما قلتم. وهذه الخشية تحملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات، فهم يؤدون ما أوجب الله عليهم من الواجبات مع قدرتهم على تركها وينتهون عما حرم الله عليهم من المحرمات مع قدرتهم على ملابستها وفعلها، لأنهم يخشون ربهم بالغيب ولا يخشونه رياء وسمعة. وأقاموا الصلاة أي أقاموها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. فهذه أوصاف من ينتفعون بالإنذار والموعظة والذكرى. ومن تزكى، أي من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من أدران الشرك والمعاصي، فإنما يتزكى لنفسه، أي فإنما نفع ذلك عائد لنفسه وثواب ذلك له، حيث تنجو من المرهوب وهو عذاب الله وغضبه وسخطه وتحصل على المطلوب وهو الفوز برضوان الله والتمتع بكرامته وجنته. أما الله تعالى فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب يوم القيامة، وسيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها، ذكر عن عكرمة قال: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له: يا مؤمن، إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا، وقد احتج إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. أحسن عليكم. على هذا ما يكون الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب خاصة؟ بلى، هنا في قول عكرمة ذكر أن المؤمن يشفع للكافر. إيش قال عكرمة؟ أحسن عليكم. قال عكرمة في قوله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها، الآية، قال: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا ربي سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له: يا مؤمن، إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا، وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. نعم. قال: فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. يعني شفاعة التخفيف، هذا يحتاج إلى دليل. قال عكرمة. نعم. ثم قال في آخره: رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن قال عكرمة. قال
قال عكرمة في قوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها الآية، قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو في النار. ثم ذكر بقية الأثر طويل في الوالد وولده والرجل وزوجه. نعم، رجل وزوجه إيش؟ أحسن الله عليكم. قال وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول له يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها مما ترين، قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف، يقول الله وإن تدع مثقلة إلى حملها الآية، ويقول الله لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي عبد الله الطهراني عن حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة به. لكن يقول الشفاعة تخفيف، ينتقل من مكان إلى مكان ليس إخراج. السند لا يصح، ما دام في مقال ما يصح، هل يحتاج إلى دليل صحيح أن الكافر يشفع له؟ قال هو من الشافعي العامة الآية. لا، هذا تفاوتهم بالعذاب، المنافق من الدرك الأسفل من النار، لكن هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا المنافق في دركة تحت دركة اليهود والنصارى نسأل الله سبحانه. الشفاعة إلا في سبعة أبي طالب، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، ولها قول علم خاصة، هذا دليل على أنها على أن قول عكرمة هذا لا يصح أيضا، وهو لم يصح سندا إذن فلا يعول عليه. نعم. قلت ما يستوي الأعمى والبصير أي لا يستويان في إدراك المبصرات، فالأعمى لا يرى شيئا والبصير يرى ما حوله، وهذا مثل ضربه الله للجاهل والعالم، وقيل للكافر والمؤمن، فالكافر عمي عن آيات الله تعالى مع وضوحها وبيانها، والمؤمن أبصر آيات الله فآمن بها. ولا الظلمات ولا النور أي لا يستويان بل هما متضادان، وهذا مثل ضربه الله لظلمات الكفر ونور الإيمان، فالكافر يسير في ظلمات الكفر على غير هدى، ويسير في اتجاهات متعددة منحرفة، ولهذا فهو من أشد الناس قلقا وحيرة. وأما المؤمن فهو في نور الإيمان يمشي في خط مستقيم ويعرف وجهته وطريقه، فهو في غاية الطمأنينة والسكينة. وقد جمع الظلمات وأفرد النور لأن سبل الكفر كثيرة. وأما الإيمان فسبيله واحد، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا الظل ولا الحرور، الظل معروف والحرور حر النهار مع شدة الشمس، وهما لا يستويان لأن الظل فيه من البرودة والراحة، والحرور فيه من الحر والتعب، وهذا مثل ضربه الله لمآل ومستقر المؤمن والكافر. هذا مثل
وهذا مثل ضربه الله لمآل ومستقر المؤمن والكافر. نعم. وهذا مثل ضربه الله لمآل ومستقر المؤمن والكافر، فالمؤمن مآله ومستقره الجنة دار الراحة والكرامة، والكافر مآله ومستقره النار دار الحرور والشقاء. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إيش الشقاء؟ قلتم ولا الظل ولا الحرور. نعم. الظل معروف والحرور حر النهار مع شدة الشمس، وهما لا يستويان، لأن الظل فيه من البرودة والراحة، والحرور فيه من الحر والتعب. وهذا مثل ضربه الله لمآل ومستقر المؤمن والكافر، فالمؤمن مآله ومستقره الجنة دار الراحة والكرامة. نعم. والكافر مآله ومستقره النار دار الحرور والشقاء. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وعدم تساوي الأحياء والأموات ظاهر معروف، وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين والكفار، فإن المؤمنين أحياء والكفار أموات. إن الله يسمع من يشاء، أي سمع فهم وقبول وانقياد، فيهديه ويوفقه لقبول الحق والهدى والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لشرعه ودينه. وما أنت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بمسمع من في القبور، أي بمسمع الكفار سماع قبول وانقياد، فشبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا، وقيل فكما أنك لا تسمع الموتى الذين صاروا في القبور، فكذلك لا تسمع هؤلاء الكفار لموت قلوبهم، ولا حيلة لك فيهم، ولا تستطيع هدايتهم. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الأموات الذين في القبور. نعم. وفيه دليل على أن من في القبور لا يسمعون. نعم. ويستثنى من هذا ما دلت النصوص عليه، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر من المشركين، وكذلك ما جاء في أن الميت إذا دفن سمع قرع نعال المشيعين، فهذا شيء مستثنى، وإلا فالأصل أن الميت لا يسمع. إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير لهم من غضب الله وعقابه، وليس عليك هدايتهم، وإنما ذلك إلى الله، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنا أرسلناك بالحق الذي لا مرية فيه بشيرا ونذيرا، أي بشيرا يبشر من أطاع الله وعبده ووحده بالجنة، ونذيرا ينذر من عصى الله وكفر به من النار. فهذه مهمته ووظيفته صلى الله عليه وسلم، ولا يضره كفر الكافر بعد ذلك. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة من الأمم السابقة إلا وبعث الله إليها نذيرا. ينذرها بأس الله ونقمته وعذابه، كقوله تعالى في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا كثيرة، وكلها تدل على أن الله تعالى أقام الحجة على عباده بإرسال النذر إليهم. نعم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك أي كفار قريش، فقد كذب الذين من قبلهم
من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فلك أسوة بهم. الشيخ ابن عثيمين علق على تفسير الجلالين، قال وفسر صاحب الجلالين وأن يكذبوك أي أهل مكة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وخصه رحمه الله بأهل مكة، والصحيح أنه ليس خاصا بأهل مكة بل أهل مكة وغيرهم. فالرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم. نعم. صلى الله عليكم. أنتم قلتوا في التفسير ويكذبوك أي كفار قريش. نعم. الشيخ ابن عثيمين يقول الصواب أنها ليس خاصا بأهل مكة بل أهل مكة وغيرهم، فالرسول كذبه أهل مكة وكذبه أهل الطائف وغيرهم من المشركين، فالصواب العموم. نعم. وقيل إنه عام، وهو الصواب. نعم، إنه عام وهو الصواب. نعم، بكفار قريش وغيرهم. نعم. بسم الله عليكم. أيضا مرت معنا الآية ويكذبوك في أول السورة، قلتم أيضا كفار قريش. يكذبوك. نعم. يعني هم المخاطبون ويشمل الخطاب غيرهم. يعني أحسن الله إليكم، في زماننا هذا لو مثلا أحد كذب حديث صحيح يقال أنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كان عالم وقامت بالحجة. نعم. أحسن الله. إذا قامت هذه الحجة. نعم. ها؟ قل وما أنت بمسلم ما في القبور ظاهرة، أن هذا هو الأصل، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. على كل حال يعني القراءة يحتاج إلى وقت. نعم. السلام الله عليكم. فقد كذب الذين من قبلهم أي من قبل كفار قريش، وإن يكذبوك أي كفار قريش. يعني إن سمع يعني يكون سمع الخاص ما هو سمع العام. نعم، محتم راجع كلام الشيخ بعدين. نعم. صلى الله عليه. حكى بعض أهل العلم كالشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، إجماع أهل العلم على أنه بدعة أن يطلب من الميت الدعاء والشفاعة عند قبره، وأما إذا كان بعيدا عنه فذكر بعضهم الإجماع على أنه شرك. شرك سواء عند قبره أو بعيد لا شك، لكن قوله إذا اللي فيه خلاف يقول للميت يناديه يقول اشفع لي، أما إذا دعا قل اشفع لي عند ربك وكذا. وقال يا فلان ادعو الله لي، إذا قال يا فلان ادعو الله لي أو كذا. نعم، يقول ادعو الله لي، أما إذا دعاه هو من غير الله هذا شرك، ما في شك. نعم. صحيح أنها شرك. نعم. عند قدره بعيدا. نعم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، أمام أحد يسلم إلا رد الله، أما غيره الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. وإن يكذبوك أي كفار قريش، وقيل إنه عام وهو الصواب. نعم. فقد كذب الذين من قبلهم أي من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فلك أسوة بهم. جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات البينة والحجج الواضحة الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به من عند الله تعالى، وبالزبر وهي الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه، وبالكتاب المنير أي الواضح البين، وقيل إن العطف بين الزبر والكتاب المنير عطف بيان، أي أن هذه الزبر التي جاء بها الرسل هي كتب منيرة، وليس المعنى أن الزبر شيء
والكتاب المنير شيء آخر. ثم أخذت الذين كفروا. لك أنه عام أو خاص. القول الثاني لمن؟ قلتم بالزبر وهي الكتب السماوية. لا ويكذبوك الشيخ محمد. نعم. نذكر في الموضعين أحسن الله إليك في أول السورة كذلك. نعم. لكنهم يعني هم مخاطبون لأنهم دخلوا دخولا أوليا وعام لهم ولغيرهم. نعم أحسن الله إليك. ثم أخذت الذين كفروا أي أخذتهم بالعقاب والنكال لما كذبوا رسلهم فيما جاءوهم به فكيف كان نكيري فكيف كان نكير. ثم أخذت الذين كفروا أي أخذتهم بالعقاب والنكال لما كذبوا رسلهم فيما جاءوهم به فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم. كان إنكاري عليهم بعقوبتهم وتعذيبهم. وقد بيّن تعالى عقوباتهم الدنيوية في مواضع كثيرة من كتابه كما في قوله تعالى فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سم ما أعد لهم بس الفقر هذه شغلة ما نعم. ما أعد لهم من العذاب والنكال الشديد في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للمشركين من الاستمرار على كفرهم وشركهم وعنادهم لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم من العذاب والنكال الشديد. نعم سم جوزي ما ذكر ويكذبك فيها ما ذكر ها خلاف لم يذكر التخصيص والعموم والبغوي ذلك كذلك مر الوردي ما ذكره البغوي مر على ذلك وما ذكره يعني على الآية كلها. قال وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر قال بالكتب والكتاب وبالكتاب من الواضح يعني الخطاب يعني موجه إليه في الأصل فلعل الأمر معلوم يعني. نعم 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 هؤلاء المشركون خصص هؤلاء المشركون يذكرون الموفين في زمن الخطاب. نعم صحيح المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا معلوم يعني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قلتم أحسن الله إليكم في هاتين الآيتين يذكر الله تعالى أو يذكر الله تعالى خلقه للأشياء المختلفة والمتفاوتة التي أصلها واحد ومادتها واحدة لينبه عباده على بديع خلقه وكمال قدرته وحكمته وعظمته فيستدل بذلك على وحدانيته وألوهيته فيقول تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بسببه ثمرات مختلفا ألوانها فمنها الأحمر ومنها الأسود ومنها الأصفر ومنها الأخضر إلى غير ذلك من الألوان المختلفة وكما أنها مختلفة الألوان فهي كذلك مختلفة الأشكال والروائح والطعوم والمنافع وغير ذلك
وكل هذا الاختلاف فيه في وكل هذا الاختلاف فيها مع أن الأصل واحد والسبب واحد، كما قال تعالى في آية الرعد: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ثم ذكر تعالى التباين والاختلاف في الجبال فقال تعالى: ومن الجبال جدد، وهي الخطوط والطرائق تكون في الجبال. جمع جدة، ومن الجبال جدد قال جمع جدة. نعم شف جمع جدة. ها نعم للقرطبي ذكر هذا قد الجدد جمع جدة وهي الطرائق المختلفة الألوان. نعم ثم ذكر تعالى البغوي قال: طرق وخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد. طيب قال جدد جمع جدة مثل مدة ومدد. نعم قول جدد جمع جدة مثل مدة ومدد. نعم وهي الطرائق. نعم قال طرق وخط. نعم نعم إضافة جمع جدة مثل مدة ومدة وهي الطرائق. نعم جمع جدة مثل مدة ومدد. نعم ومن الجبال جدد. أحسن الله إليكم. جدد جمع جدة مثل مدة ومدد. نعم وهي الخطوط والطرائق تكون في الجبال. نعم. بيض وحمر مختلفا ألوان. أحسن. وهي الخطوط مختلفة الخطوط وهي الطرائق يعني الخطوط. قلتم وهي الخطوط والطرائق تكون في الجبال. هكذا البغوي ذكر خطوط. قال طرق وخطط واحدتها جدة. خطط نعم. ما يقال خطوط على تجمع على خطط وخطوط. طرائق نعم. نعم خطوط أو خطط غير ال... ها لا. خطط نعم خطط طرائق وهي إيش جمع طرائق وخطط. نعم امشي. أحسن الله إليك. بيض وحمر مختلف ألوانها فالجبال مختلفة في الألوان. جمع جد طرائق وخطط وهي الخطوط والطرائق تكون وهي الخطوط والخطط. هل عندكم قلتم تعدل خطط حسنا. ما في خطوط نعتمدها خطط. نعم كما خطط. نعم كما هو موجود. وهي الخطط والطرائق تكون في الجبال. نعم. قوله تعالى: بيض وحمر مختلف ألوانها فالجبال مختلفة الألوان وفيها طرائق مختلفة أيضا. نعم. وغرابيب سود أي شديدة السواد كما أنها مختلفة الأشكال والأحجام. ثم ذكر تعالى اختلاف الألوان في الإنسان والحيوان أيضا فقال تعالى: ومن الناس أي منهم الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك. والدواب وهي كل ما يدب على الأرض. والأنعام وهي من الدواب وخصها لكثرة منافعها. مختلف ألوانه كذا. وهي ثمانية أزواج كما والأنعام وهي ثمانية أزواج كما ذكر الله في سورة الأنعام. نعم وهي كل ما يدب على الأرض. والأنعام نذكر وهي ثمانية أزواج كما قال الله يعني الإبل والبقر والغنم ذكرين وأنثيين. والأنعام وهي ثمانية أزواج. نعم. وخصها لكثرة منافعها. نعم. مختلف ألوانه كذلك أي مختلف ألوانه مثل اختلاف ما ذكر من ما ذكر من الثمرات والجبال والطرق. نعم. واختلاف الألوان المذكورة
من غرائب صنعه تعالى وعجائبه، وفيها برهان قاطع على وجود فاعل مختار. واختلاف إيش؟ واختلاف الألوان المذكورة أو المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه، وفيها برهان قاطع على وجود فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء، وهو الله تعالى. وهذا من أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء، وفيه رد على الطبائعيين الدهريين، لأن الطبيعة لا يصدر منها إلا نوع واحد. وفيها دليل على كمال قدرة الله تعالى، حيث وفيه رد على الطبائعيين الدهريين الكفرة. نعم، على الطبائعيين الدهريين الكفرة. نعم، إضافة الكفرة. نعم، الكفرة. نعم. وفيه رد على الطبائعيين الدهريين الكفرة، لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. وفيها دليل على كمال قدرة الله تعالى، حيث خلق الأشياء المختلفة المتفاوتة مع أن أصلها واحد. وفيها دليل على حكمته ورحمته تعالى، حيث أصلها واحد. ما هو الأصل؟ نعم، معنا إيش؟ معنا أصلها واحد، هو الماء. ما ذكرتم هو الماء. شو هذا؟ وفيها دليل. نعم، دليل. وفيها دليل على حكمته ورحمته تعالى، حيث كان في ذلك الاختلاف والتفاوت من المصالح والمنافع الشيء العظيم، كمعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا إلى غير ذلك. وكل ذلك يدل على أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون ما سواه. ثم قال تعالى: إن غرائب، كل الغرائب والعجائب يجمع بينهما. تفسير غرائب وعجائب عندكم؟ نعم، يعني القرطبي حاول ذكر الغرائب والعجائب، بس هنا لم تذكر الغرائب والعجائب ولا؟ يعني غريب يعني. نعم. نعم. نعم، من غرائب صنع تعالى وعجائبه. نعم. ذكر الحرف هنا ولا؟ لعل هذا يعني شيخ الشنقيطي في أضواء البيان. غرائب. قال: واختلاف الألوان المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه، ومن البراهين القاطعة على أنه هو المؤثر جل وعلا، وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال. نعم، وذكرنا ضفنا الكفرة. نعم، حسن الله إليك. ثم قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله الخشية الكاملة التامة العلماء بالله وبالشريعة، وإلا فأصل الخشية موجود عند كل مؤمن، فمن لم يخشى الله فليس بمؤمن. ثم إن العلماء في مراتب الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا على حسب مقادير العلم، مقدار العلم، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس خشية، لأنهم أعرف الناس بالله تعالى. كل من كان إيش؟ أحسن الله إليكم. فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية. هذا مثلا يقول: كل من كان بالله يعرف كان منه أخوف، ولهذا يقال: من كان بالله يعرف، ولهذا يقال: كل ما كان بالله يعرف كان منه أخوف. ولهذا يقال: كل ما كان بالله يعرف كان منه أخوف. نعم، كان منه أخوف. نعم، كان منه أخوف. نعم، قول إنما شاء الله من بعد العلماء. نعم، أحسن الله إليكم.
ثم قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله الخشية الكاملة التامة العلماء بالله وبالشريعة، وإلا فأصل الخشية موجود عند كل مؤمن، فمن لم يخشى الله فليس بمؤمن. ثم إن العلماء في مراتب الخشية متفاوتون في الدرجات تفاوتا كثيرا على حسب مقدار العلم، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، ولهذا يقال كل من كان بالله أعرف، ولهذا يقال من كان بالله، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. نعم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس خشية لأنهم أعرف الناس بالله تعالى. نعم. إن الله عزيز، أي كامل العزة بأنواعها، عزة الغلبة وعزة الامتناع وعزة القوة، غفور أي لذنوب التائبين من عباده، ومغفرة الذنوب معناها سترها سترها ومحوها والسلامة من آثارها وشرورها المترتبة عليها، لأنها سبب كل شر في الدنيا والآخرة. نعم. وفي إثبات اسم العزيز الغفور صفة العزة والمغفرة، في إثبات اسم العزيز الغفور باقي كم وجه للسورة؟ خمسة. ها؟ خمس وجه في التفسير؟ نعم، غدا إن شاء الله نكمل الوجه، نكمل السورة ونقف. نعم. غدا نحسن الله. ها؟ إيه غدا يعني يكفي تكفي. نعم. في خمسة أوجه، وأخذنا الآن كم وجه؟ لا قرأنا اليوم. ها؟ لا أخذنا الآن اليوم كم وجه؟ خمسة ونصف. إذا نقف على هذا غدا إن شاء الله تكون هو يعني آخر دروس قبل رمضان إن شاء الله، وفي درس المساء الليلة إن شاء الله، المساء الليلة وغدا إن شاء الله، وتوقف الدروس إن شاء الله غدا إلى بعد العيد إن شاء الله، يكون بعد أسبوع من العيد إلى بعد الدراسة. نسأل الله أن يحيينا ويحيي حياة طيبة وأن يبلغنا رمضان ووفقنا في العمل الصالح والتوبة النصوح. سأل الله العافية. هذا مثل قول قوله من الطبيعة تفعل، الطبيعة لا تفعل شيئا، لكن يعلم إذا كان مؤمن يعلم من هذا خطأ. أما إذا كان هذا يعتقد أن الطبيعة هذا بالله كفر وضلال. يروجون بعض وسائل إعلامية إذا حصل شيء من الإعصارات أو الأعاصير أو كذا يقولون غضبت الطبيعة في بعض القنوات، لكن بعضهم ما يريد هذا، يعني بعضهم يقول الطبيعة يعني التي طبعها الله عليها، أما يقول غضب الطبيعة لا، ما يصح هذا، غضب الطبيعة هذا قول خطير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم نعم، قول غضب الطبيعة، أما قول طبيعة الأشياء الطبيعة التي طبعها الله عليها وخلقها عليها ممكن قد يريد هذا، لكن قول غضب الطبيعة هذا خطير. في كلام ابن القيم على قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم، قال يقتضي الحصر من الطرفين، أي لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه. هذا في شفاء العليل. إيه وقوله إيش وقوله؟ وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقتضي الحصر من الطرفين، أي لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم، وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم، لكن وقع الغلط في مسمى العلم الملازم للخشية، حيث يظن أنه يحصل بدونها، وهذا ممتنع، فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها مواجه لها، وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك، فأمنه في هذه المواطن دليل عدم علمه، وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيني. نعم، يخشى الخسارة يعني العالم، العلم المفيد، العلم المفيد هو المنتفي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قد يكون
عنده علم لكن لا يسمى علما لأنه لا يفيد لا يفيده. لذلك يا شيخ أحسن الله عليك نجد بعض العوام عندهم من أحسن الله حسن التقوى والخشية ما يكون عند من أعلم منه من لا يعمل. نعم شك بعض يعني عوام المسلمين قد يكون عندهم تقوى وعناية بالأداء الواجبات وترك المحرمات، وبعض من ينتسب العلم يكون عنده تقصير، هذا نقص في علمه. العلم النافع، العلم النافع هو الذي يحمل صاحبه على التقوى، على يتقي الله ويحذر المعاصي، ويحمل هذا العلم على أداء الواجبات وترك المحرم. إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني العلم الخشية الكاملة والخشية الكاملة، والناس يتفاوتون فيها. إذا ما حمله يكون حجة لا شك. الخشية الكاملة تكون ليش؟ لأهل العلم، وأهل العلم في الدرجة الأولى يدخلون في دخلهم الرسل، في مقدمة ثم الرسل ثم العلماء الأمثل فالأمثل. نعم. البغوي ينقل هنا عن ابن عباس قال يريد إنما يخافني من خلقي من عدم جبروتي وعزتي وسلطاني. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت الله. نعم نعم ما يفيد. قال بعضهم من أطاع الله فهو عالم ومن عصى الله فهو جاهل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.